الموقف الإخباري من قناة النيل الأزرق، أهلا بكم. استقبل الرئيس الإريتري ياسياس أفورغي بأسمرة اليوم نائب رئيس مجلس السيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو، وبحث اللقاء مسار العلاقات الثنائية بين البلدين إلى جانب القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. وأوضح الرئيس الإريتري أنه يتابع باهتمام التطورات التي يشهدها السودان، مؤكدا دعم بلاده لتحقيق الاستقرار للشعب السوداني. من جانبه قدم نائب رئيس مجلس السيادة شرحا مفصلا للرئيس فورغي عن الأوضاع في السودان. هذا وكان نائب رئيس مجلس السيادة قد وصل اليوم من العاصمة الإريترية أسمرة في زيارة رسمية تستغرق يوما واحدا. وكان في استقباله بمطار أسمرة وزير خارجية الإريتري عثمان صالح وأعضاء السفارة السودانية بأسمرة. وصل عضو مجلس السيادة الفريق أول ركن شمس الدين كباشي إلى جوبا عاصمة جمهورية جنوب السودان في زيارة رسمية، يرافقه خلالها وزير الخارجية المكلف السفير علي الصادق ووزير الدفاع المكلف الفريق ركن ياسين إبراهيم ياسين. وكان في استقباله بمطار جوبا مستشار رئيس جمهورية جنوب السودان للشؤون الأمنية الفريق طود جولواك وطاقم السفارة السودانية بجوبا. تأتي الزيارة في إطار الجهود المتواصلة للسودان لتحقيق الاستقرار في دولة جنوب السودان ومعالجة تحديات تنفيذ اتفاقية السلام المنشطة بين الأطراف الجنوبية، بصفته رئيسا للدورة الحالية لمنظمة الإيجاد وراعيا للاتفاقية. جددت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي أحلام مهدي الالتزام بتهيئة المناخ الملائم للاستثمار من خلال سياسات مشجعة عبر نظام النافذة الواحدة. وقالت الوزيرة لدى مخاطبتها منتدى الشراكة بين القطاعين العام والخاص بفندق السلام، قالت إن الشراكة من التوجهات الحديثة للدولة، مشيرة إلى تزايدها بصورة كبيرة في الدول المتقدمة والنامية. وأشارت الوزيرة إلى أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص تعتبر مدخلا جيدا لتحسين خدمات البنى التحتية، مما ينعكس على زيادات الاستثمارات المحلية والعالمية. هو منتدى عن الشراكة بين القطاعين الخاص والعام، ويا لها من شراكة. أولا توقيت المنتدى جاء في وقت البلد فعلا محتاجة لمثل هذه الشراكات، فالقطاع الخاص يتميز بالمرونة العالية، يتميز بخبرات وتجارب ثرة، يستطيع أن يثري في شراكة استراتيجية مع القطاع العام الاقتصاد، والتجارب كثر، والآن الترند في العالم كله هي هذه الشراكة، الشراكة بين القطاعين العام والخاص. تعتبر الشراكة بين القطاعين العام والخاص من التوجهات الحديثة للدولة، حيث أصبحت هذه الشراكة تتزايد بشكل كبير سواء بالنسبة للدول المتقدمة أو الدول النامية، وذلك لتلبيه الطلب المتزايد على خدمات البنية التحتية في مختلف القطاعات كالطاقة، النقل، الاتصالات، الصحة، المياه من جهة، ومن جهة أخرى بسبب ضعف قدرات القطاع العام على تمويل وتسيير هذه المشاريع. انطلق بصالة الشمندورة ببورت السودان الاجتماع السنوي لمدراء الحجر الصحي بالسودان برعاية منظمة الصحة العالمية، والذي تستضيفه ولاية البحر الأحمر خلال الفترة من 13 وحتى 15 من مارس للعام 2023 تحت شعار استعداد مبكر واستجابة المتكاملة للمهددات الصحية بنقاط الدخول. وأكد والي ولاية البحر الأحمر المكلف فتح الله الحاج أحمد استعداد حكومة الولاية لتقديم كافة المساعدات لتطوير الخدمات بنقاط الدخول بالولاية ودعما لجهود الصحة.
تلقى والي ولاية غرب كردفان معتصم عبد السلام العوض ظهر اليوم بالخرطوم تلقى تنويرا مفصلا عن مهام وبرنامج اللجنة العليا لتنفيذ ملتقى الإدارة الأهلية للتعايش السلمي بولايتي جنوب وغرب كردفان، قدمه رئيس اللجنة شرف الدين موسى، حيث أكد والي غرب كردفان أن الولايتين ستعملان في تنسيق مشترك في قضايا بسط الأمن وفرض هيبة الدولة وسيادة حكم القانون باعتبارها مطلوبات أساسية لانطلاقة خطتهما في تنفيذ مشروعات التنمية والخدمات. يجب أن يكونوا مسؤولين مسؤولية تامة عما يصدر من رعاياهم، لأنه هم يعني المسؤولين من هذه القبائل، وهم مسؤولين برضو عن الأمن في مناطقهم. فبالتالي الإدارة الأهلية إحنا يعني حتكون عصا من حنتوكل عليها بإذن الله تعالى. احتفلت مجموعة المبادرات النسائية باليوبل الفضي، وذلك بمرور 25 عاما على تأسيس المجموعة، حيث شهد الاحتفال رئيس المجموعة بروفيسور ست النفر محجوب التي حيت خلال مخاطبتها الاحتفال رائدات الحركة النسوية، مؤكدة أن المجموعة ظلت تقدم التوعية المستمرة والكشف المبكر لسرطان الثدي وعنق الرحم فضلا عن مشروع طبق الخير والدورات التدريبية. وأكد المتحدثون في الاحتفال على أهمية مناصرة كافة قضايا المرأة في الريف ومناطق النزاعات. المبادرات النسائية عملت في مجال المرأة منذ البداية في حقوق المرأة وتعريف المرأة بما لها وعليها ورفع قدرات المرأة ومن الناحية الثقافية والاجتماعية والصحية. بنكرم فيه رائدات العمل الثقافي، بنكرم المؤسسات لهذه المجموعة، مجموعة المبادرات النسائية، وبنجيب سيرتهم في الفترة الطويلة 25 عام، إنجاز 25 عام حافل بالإنجازات وبالعطاءات. كشفت حركة المستقبل والإصلاح والتنمية عن عقد مؤتمرها العام بقاعة الصداقة في الخامس عشر من مارس الجاري بمشاركة أعضاء الحركة وممثلي القوى السياسية. وقال الأمين العام للحركة عبد الواحد يوسف خلال حديثه في اللقاء التنويري الذي نظمته اللجنة التحضيرية للمؤتمر العام الأول للحركة، قال إن الحركة أكملت كافة تجهيزاتها للبناء القاعدي الذي يشمل النظام الأساسي والمكتب التنفيذي، مشيرا إلى أن مؤتمرات الولايات غطت كل القضايا الراهنة بما في ذلك قضايا الشباب والمرأة بالإضافة إلى القضايا الاقتصادية والسياسية. بدأت بقيام مؤتمر عام تأسيسي أول كان في نوفمبر من العام 2019، ومن بعد هذا المؤتمر تم انتخاب مجلس قومي، وهذا المجلس القومي انتخب أمين عام وانتخب أمانة عامة، وأسند إلى الأمين العام وإلى الأمانة العامة أمر تأسيس الحزب وبنائه في مختلف ولايات السودان. احتفلت كلية الدراسات الاقتصادية والاجتماعية بجامعة الخرطوم بتخريج الطلاب دفعات العام 2017-2023. وقال نائب عميد كلية الدراسات الاقتصادية والاجتماعية بالجامعة دكتور محمود عبد الله، قال إن الخريجين الجدد يشكلون إضافة لسوق العمل ويسهمون بخبراتهم ومؤهلاتهم العلمية والعملية في تحقيق النهضة بالبلاد. السودان هذه الكوكب النير من الشباب الخريجين، ونؤمن ونوقن بأننا أديناهم التدريب والتأهيل الكافي والكامل بيأهلهم إن شاء الله لتقديم كل ما هو منافع ومفيد في شتى مجالات الخدمة في
السودان. بهذا مشاهدينا نكون قد وصلنا إلى ختام الموقف الإخباري، تحياتي إليكم وفريق العمل، في أمان الله.